السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. بغيت نقول مرحبا للناس الجداد اللي انضموا للقناه، وشكرا بزاف بزاف للناس القدام على دعمكم وتواصلكم معايا. وحاجه واحده اخرى، كاين المشاهدات على الفيديوهات اللي دازو، لكن كيبان لي بانه الناس ما مشتركينش، فيا ريت تشرفوني بالاشتراك ديالكم، هكذا غادي توصلوا بكل جديد كنحطو على القناه. ويلا ندخلوا حلقة اليوم أو في قضية اليوم إن شاء الله. يقول واحد المثال شعبي: حلف الطريق حتى تلاقيك مع العدو والصديق. وفي حلقتنا اليوم غادي نتعرفوا على المعنى الحقيقي ديال الطريق إلى لقاتك مع الصديق وفي الأخير يغدر بك. باش نتعرفوا على تفاصيل هذه الحلقة خليكم معايا للآخر. ويلا نبداو القصة باختصار للإمام عبد الجليل الزيادي. قضيتنا اليوم وقعت في 2018 في مملكة البحرين، لكن قبل ما نهضر لكم على أحداثها غادي نرجع بالزمان لعشرين سنة تقريبا قبل، فاش قرر عبد الجليل الزيادي مواطن يمني أنه يهاجر البحرين مع مراته ووليداته العشرة اللي كانوا ما بين ولاد وبنات. فاش وصل عبد الجليل الزيادي للبحرين خدم كإمام في مسجد بن شدة في منطقة المحرق، وكنتمنى أنني نكون نطقتها مزيان. كان إنسان ذو أخلاق محبوب من طرف الناس، كان كيأمم الناس في جميع الصلوات وفي جميع المناسبات لمدة 15 سنة، حتى لواحد النهار وبالضبط في 14 غشت 2018 الإمام عبد الجليل خرج باش يصلي كيف ما العادة بالناس صلاة الفجر. فعلا صلى بهم الصلاة، لكن الناس خرجوا والإمام اختفى. ولادو ومرتو بقاو كيتسناوه، وماشي من عادته انه يتغيب هذاك الوقت كامل. من بعد ما داز السوايع هما عيطوا للبوليس اللي جاوا بسرعه لعين المكان يعني المسجد. قلبوه ما لقاو حتى شي حاجه وما لقاو حتى شي واحد، واصلا المسجد صغير، وبالمناسبه المنطقه كانت صغيره يعني الناس معروفين بيناتهم، واي حاجه وقعت كتنتشر بيناتهم بواحد السرعه كبيره. يومين من بعد البوليس كيتلقاو مكالمه من طرف واحد السيد اللي كيبلغهم بانه لقى القبض على جوج رجال كيحاولوا انهم يتخلصوا من جثه كاينه معاهم. وعلى الفور البوليس مشاو للمنطقه اللي تم منها البلاغ. فاش وصلوا فعلا لقاو جوج رجال في حوزتهم جوج سطوله كبارين، وفي وسط منهم اكياس البلاستيك. من قلبهم لقاو جثه مقطعه الاجزاء. من بعد الفحص الطبي والتشريح الجنائي اكتشفوا بانها كانت الجثة ديال الإمام عبد الجليل الزيادي. التحقيقات بداو مع هاد الجوج والبوليس جاوهم من الاخر. شوفوا بلا ما نبقاو كندورو ونضيعو في الوقت، اراو ما عندكم، اجي انت، شنو سميتك ومنين انت وشنو كدير؟ كيرد عليهم: سميتي كمال الدين، بنغلادي الجنسية، وكنخدم مؤذن في مسجد بن شدة. ستوب، مسجد بن شدة؟ إذا كتعرف الإمام عبد الجليل؟ أيه، كنعرفو أعز المعرفة. وشو سيدي اللي خلاك تدير لي هاد الحالة كلها؟ كانوا بيني وبينو شي مشاكل وقررت أنني ننهي حياته. وعلاش السي كمال الدين؟ آخر حاجة فيضت الكاس هو فاش قدم بيا بلاغ لوزارة العدل والشؤون الإسلامية، وبسبب هاد البلاغ خسرت خدمتي. صافي تما قررت انني ننهي حياته. البوليس تاكدوا من البلاغ اللي دار المرحوم الامام عبد الجليل، لكن شنو هو الدافع والسبب اللي خلى وزاره العدل والشؤون الاسلاميه تجري على المؤذن كمال الدين من خدمته؟ كمال الدين كان عنده واحد البيت وسط المسجد كيتعتبر مسكن ليه، كل ليله كيجيب صحابه من نفس الجنسيه ديالو، ارق الصهير والناشط والاصوات العاليه بدون ما يحترموا حرمه المسجد ولا حتى الناس اللي دايرين به. الامام عبد الجليل كل مره كان كيهضر معاه: اسيدي راه هادشي اللي كدير فيه ماشي معقول، المسجد عنده قدسيه خاصك تحترمها. كمال الدين كيسمع الهضره من هنا ويخرجها من هنا، حتى اكتشف بالصدفه الامام عبد الجليل ان كمال الدين كيبيع تاشيرات عمل للبنغاليين، وهادشي غير قانوني. وباش الامام يخلي مسؤوليته من الامر مشى قدم به بلاغ لوزارة العدل والشؤون الإسلامية، واللي بسبب هذا البلاغ طردوه من خدمته.
كمال الدين واللي ما عنده علاقة بالدين من تم هو حاقد على الإمام عبد الجليل وقرر أنه ينتقم منه. المحققين قالوا لكمال الدين رجع لنا نهار الواقعة وعاود لنا كل شيء بالتفصيل، ويبدأ يعاود لهم كمال الدين ويقول الإمام عبد الجليل من عادته أنه من بعد صلاة الفجر كيجلس في المسجد ويقرأ القرآن حتى للشروق، من مورها كيسد المسجد ويرجع لداره. طبعا صلى الفجر يوم السبت كالعادة الإمام، وكعادته أنه يجلس إلى الشروق، يجلس في المسجد إلى الشروق ثم بعد ذلك يذهب إلى البيت أو إلى عمله. سبحان الله، تأخر في هذا اليوم الساعة 10، كنا قاعدين بعد صلاة العشاء في الحديقة، بدأنا يعني نتكلم في أمور يعني تخص العائلة وغيره وغيره، من ضمنها هو تطرق لموضوع أعمال المؤذن غير القانونية. ذكر أن كانت مشكلته منذ البداية في المسجد الذي كان يعني قبل أن يأتي إلى المسجد، أن هناك عليه سوابق في إدارة الأوقاف السنية وعليه شكاوي وبلاغات كثيرة من المصلين. كان يتكلم في الموضوع، ذكر لنا موضوع يعني أعمال غير القانونية الخاصة بأمور الإقامات والفيز. وفي يوم الواقعة من مورا صلاة الفجر ومن بعد ما تأكدت بأن الناس خرجوا كاملين، مشيت عند الإمام وقلت له راه خاسره واحد البولة حدا خزانة الأحذية، وبحسن النية مشى معايا. منين وصلنا تما الإمام عبد الجليل بدا كيعاين في البولة شنو خاصها، رصدت ليه من مورا ظهره، جبت واحد الحديدة اللي كنت أصلا موجدها من قبل وضربته على راسه طاح للأرض، وبقوة الضربة بدا كينزف بزاف لكن باقي كيتنفس. على عادم الدين قال بلا تنتقي فيه الله وبركة، لا بقى كيضربو بزاف الضربات على مستوى الراس بنية انه يتخلص منه ويصفيها ليه، لكن سبحان الله عبد الجليل باقي فيه الروح. غادي نوقف هنا، وضروري نعلمكم الاحداث اللي غادي نسرد عليكم من دابا شويه ما كتناسبش الدراري الصغار، فاللي حداه شي دري صغير يا اما يحيدو ولا يدير الكيت باش نقدر نقول لكم الاحداث اللي وقعت كيف ما جرات على لسان كمال الدين، بغيت نقول عادم الدين. سمحوا لي راه ما قدرتش ننطق سميتو كيف ما هي لانه ما عندوش اخلاق الدين، غير صبروا معايا. ودابا يلا نكملوا القضيه. ويكمل هذا المجرم في اعترافاته ويقول منين شاف عبد الجليل باقي على قيد الحياه مشى جاب موس وحليه كرشو على الجوج. وكيقول للمحققين انه كان كيتعامل مع الاضاحي وعنده خبره بزاف فيهم، داكشي باش عارف بانه كاين جوج الشرايين في البطن، الا قطعتيهم كيتوفى الشخص في البلاصة، وهذا الشيء اللي دار لعبد الجليل رحمة الله عليه. زعما هاد ما باش نقول ليه إنسان، هذا عديم الدين، قال للشيطان سير ارتاح وأنا غادي نخدم في بلاصتك. كيقول عديم الدين خليت الضحية في بلاصتها ومشيت بدلت حوايج اللي جبتهم معايا ونظفت حالتي مزيان، وخرجت مشيت تقديت جوج سطولة وجوج الأكياس كبار وسكوتش وأداة باش نكمل الجريمة. وفعلا رجعت للمسجد، يقولها بوجهه احمر، رجعت للمسجد، لا حول ولا قوة الا بالله. المهم رجع للمسجد، قطع الضحية الاجزاء، حط كل اجزاء او لا يعني نص ديال، ما قدرتش نكمل يعني باش نقدر نكمل تنتخيل، لا اله الا الله. خدا كل مجموعة من الاجزاء حطهم في كيس سكوتشه مزيان، كل كيس حطو في سطل وسكوتشه مزيان باش زعما ما تخرجش الريحه. ويكمل هضرته ويقول جمعت الدنيا ونظفت كل شيء، خرجت جبت الطوموبيل وهزيت الجوتة وديتها لواحد المكتب اللي قريب من المسجد. منين وصلت دخلت شعلت الكليماتيزور باش تبرد البلاصه مزيان، حطيت الجوتة تما وخرجت. وتخيلوا معايا من مورا هاد الشيء كامل رجع للمسجد وحل الشراجم ونقى الدنيا وما خلى من مورا حتى شي اثر. والحقير الدم مازال صلاة الظهر، تخيلتوا معايا. والاحقر من هذا الشيء يمم الناس في الصلاة وصلى في البلاصة فين كان كيصلي بهم الامام رحمة الله عليه ولعنة الله عليه، انت اصلا مين تموت ما خصهمش يصليوا عليك. عديم الدين كيقول من شفت الموضوع بدا كينتشر بين الناس والبوليس كيقلبوا على عبد الجليل، عيطت لواحد صاحبي مشينا هزينا الجثه واتجهنا للسكراب. كنتمنى انني نكون نطقت الاسم مزيان. السكراب هي واحد المنطقه في الصحراء بعيده على المحرق كيحطوا فيها الخردة ديال السيارات. كيكمل عديم الدين هضرته ويقول
منين وصلنا للمنطقه بدينا كنقلبوا على شي بلاصه فين نقدروا نتخلصوا من الجثه. بدينا كندورو وكندورو ما لقيناش. لمحنا واحد السيد وجا عندنا. الا شفتكم نتوما غراب من قبيله نتوما كدورو وكتقلبوا، شنو خاصكم وشنو بغيتو وشنو هادشي اللي هزين معاكم؟ قال لي عادي الدين، لا راه هزين غير شي سلوكه باش نتخلصوا منهم. قال لي السيد لا لا لا، الريحه اللي كنشم غريبه وقويه وخانزه، هادشي ماشي ريحه السلوكه، غادي تجوني من الاخر ولا راني ما مفكش معاكم. قال لي كمال الدين، بغيت نقول زعما عادي بالدين. قال لي عادي الدين، شوف انا غادي نشرح لك الموضوع لكن حاول تفهمني. قال لي راني هز معايا جثة طفل صغير توفى ووالديه جالسين في المملكه بشكل غير قانوني. السيد غير سمع هاد الهضره شنق على كمال الدين. قال لي هادشي اللي كتقول لي ما فهمت منه والو، عيط لصحابو والناس اللي خدامين معاه تما، قال لهم هاد السيد راه هز معاه جثه، عيطوا للبوليس دابا. وفعلا عيطوا للبوليس اللي جاو في الحين ولقاو القبض على كمال الدين وصاحبه، والجثه داوها للتشريح، وباقي القضيه راكم عرفتوها. تقدم كمال الدين وصاحبه على المحكمه واللي تحكم عليهم بالاعدام، والحقير طعن في الحكم امام محكمه الاستئناف، باقي وجهه قاسح. لكن محكمة التمييز أيدت حكم الإعدام، وفي 27 يونيو 2019 تم تنفيذ الحكم على كمال الدين وصاحبه رميا بالرصاص في ساحة عامة. أعلنت النيابة العامة عن تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم السبت بحق ثلاثة مدانين في قضيتين منفصلتين، من بينهم المدان بقتل إمام مسجد. قامت الإمام عبد الجليل الزيادي جنازة كبيرة وكل شيء كيعود عليه غير بالخير، وواحد من ولاده كيقول بانه في هذاك العام كان غادي يؤدي مناسك الحج نيابه عن الام ديالو رحمه الله. علاقه اخونا عبد الجليل باهل الحي علاقه جدا غايه في الخلق، يعني في الاخلاق الطيبه، يعني هو اصلا تعامل مع الناس بهدوء وطيب واخلاق عاليه، حتى مع الاطفال لا اسلوب جدا جميل في التعامل معهم. كل البحرين تعزي الشيخ عبد الجليل في هذه الفاجعة اللي فاجأت البحرين ككل. يكفي شهود اليوم الحضور اللي شفناه كلنا، يعني لا المقبرة سعت ولا المسجد سعى ولا المكان سعى، ونقول احنا دائما يعني لعل الله سبحانه وتعالى يتقبلهم من الشهداء. كان دائما حريص على أداء واجبه كإمام مسجد، كان حريص على لم شمل المصلين واهتمامه بتحفيظ القرآن الكريم وغيرها من الأنشطة اللي كان يقوم بها، وكان يقوم بها على أكمل وجه. رحيلة فاجعة هزت قلوبنا كلنا كشعب البحرين، بالخصوص احنا كفريج الحياس لأن احنا مجاورينه، يعني تأثر بالكل حتى اللي ما يعرفه بس مجرد يشوفه، يعني ما بقول لك أنا، أقول لك حتى مشاعر الأطفال والنسوان عندنا في البيت الكل متأثر عليه، لأن ما شفنا منه إلا كل الخير. وفي الأخير الله يرحم الإمام عبد الجليل الزيادي، الإنسان الزين والطيب تيكون تاع الناس كاملين، والإنسان الخيب كيكون غير ديال راسه. زرع الخير تلقى الخير.